طبعا انا اليوم متواجد وكاميرا قناه الاخباريه متواجدين عند احد الاسر المنتجه، واتمنى يعني يا ابراهيم يعني تختار بعض الاكلات اللي راح نستعرضها بعد شوي. معاي ام سعود تقدم وجبات ايضا للزوار والمصطافين من الاكلات الشعبيه الجميله اللي لازال البعض يعني يقدمها يعني للزوار منطقه عسير. اول شيء في البدايه يسعد مساكي يا ام سعود، ما شاء الله يعني انا صراحه ماني متغدي وانت قاعده تقدمين اشياء جميله للزوار والمصطافين منطقه عسير، وش الاشياء اللي تقدمينها لهم؟ والله يا ابويا حياكم الله ومرحبا مليون. ابد نقدم اكلات شعبيه ومعها برياني كشري على حسب اذواق المصطافين، واذا يبون طلبيات خارج الموقع اللي انا فيه ابد نجهزها لهم. طيب انا ابغى استعرض الاطباق الموجوده اذا امكن، ولعل الزميل محمد حبتر يرصد الاطباق الموجوده. عارفين عليها يا مسعود؟ احيانا نسوي خبز تنور، نسوي برياني اللي هو برياني دجاج، وكشري طبعا، يعني كل الاذواق احنا قاعدين نخدم كل الاذواق. زين، وطبعا كرات بطاطس ومكرونه عاديه. انا ابغى الشيء الشعبي الشعبي. انا احب المرقوق والعريكه. موجوده العريكه؟ الحافظات انتهت، ما شاء الله يجون بدري، وتعرف احنا هنا واجهة المدينة وعلى مدخل المطار وكذا، على طول يجون هم يعني متشوقين للأكلات الشعبية حقتنا اللي احنا مشهورين فيها. أم سعود خلينا نتكلم بكل صدق وأمانة، البعض يقول من الناس انه دائما اسعار الأسر المنتجة تكون غالية. والله على حسب، شوف اذا كان اسر منتجه في المحلات اكيد لان لهم نسبه ياخذون، بس بالنسبه لنا احنا كطاولات وكبسطات برا ابدا، والله انا اشوف ما فيها مبالغه قد ما هي احنا عندنا اخلاص في الشغل، اخلاص يعني جوده وشغل ونظافه، واحنا بنات البلد اللي قاعدين نشتغل يعني. ويعني الصحن اذا يعني مره ماكسيمم يعني يصير ب 20 بالكثير، ولا البقية اللي هو العشرين إذا كان السمن طبيعي، العسل طبيعي، جودة ذات جودة. طبعا بقية الأصناف الثانية لا والله على 10 ريال. يعني كم المدة اللي تجلسين فيها في تجهيز الأطعمة هذه؟ هل من الصباح ولا من الظهر ولا كم الوقت الإجمالي؟ والله بالنسبة لي أنا لأني أسوي كذا صنف وأصناف كثيرة وأصناف شوية متعبة، فيها ورق عنب، فيها سمبوسة، فيها تعرف ما شاء الله وتنور وكذا، لا والله أصلي الفجر وأدخل المطبخ والحمد لله نخلص على الساعة 12 كذا، أصير أطلع أنا يعني وقت الناس جايين من الدوامات، وقت الزوار والمصطافين، يعني معظم اللي يجينا هنا مصطافين، والله معظمهم طبعا السنة اللي فاتت كانوا معظمهم وأكثرهم دول الخليج، السنة هذه لا والله يعني أهلنا اللي بالقصيم واللي بالبريدة واللي بالمدينة. كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة، أشكركم لزيارتكم لنا وأشكركم لاهتمامكم فينا، وأتمنى صوتنا يوصل للمسؤولين. نبي كشكات، نبي اهتمام البلدية، إحنا نتضايق مضايقة شديدة شديدة من بلدية سلطان، مرة مرة مضايقتنا، فياريت أنهم يعني يحنون علينا لأن إحنا بنات البلد والأجانب موجودين معانا بكثرة، فأتمنى يكون في اهتمام في الأكل، في اهتمام، مو اهتمام أنك تقومي وتغيري مكانك، يعني أحيانا يأذوننا صراحة البلدية سلطان بالذات. شكرا مقدر لك يا مسعود، وإن شاء الله يعني توصل رسالتك لجميع المسؤولين.